كان ليا شرف المشاركة في تأسيس مجلة كاريكاتير عام 1990 مع أساتذتي الفنان الكبير الراحل مصطفى حسين والفنان الكبير أستاذ أحمد طغان. الحقيقة اللي اتعلمت منهم وما أنا إلا تلميذ من تلامذتهم. يعني الحقيقة أنا يعني عايز أقول مش هقول امتداد ليهم، لكن أنا عشت معاهم وأحلامهم الكبيرة اللي كانوا بيحلموا بيها، ومنها تأسيس متحف للكاريكاتير وتأسيس مكتبة لفن الكاريكاتير. كانت الحقيقة أحلام عظيمة يعني، لكن الحقيقة يعني بعد وفاتهم، وأنا كنت الحقيقة قعدت 20 سنة في الكويت في الغربة، لكن لما استقريت في مصر وطلعت على المعاش قررت إن أنا أحقق هذه الأحلام. بداية أسست ملتقى الكويت الدولي للكاريكاتير عام 2016، وحقق نجاح كبير جدا بفضل الله، هو موجود على اليوتيوب وعلى جوجل. أسست الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير في ديسمبر 2017 بمشاركة يعني كثير من رواد الكاريكاتير في مصر والعالم العربي. ثم انتقل هذا الملتقى إلى القاهرة، فكانت الدورة الثانية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قررنا فيها مجموعة من الرواد. والدورة الثالثة والرابعة كانت في قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، وأيضا قررنا فيها مجموعة من الرواد سواء في مصر أو الوطن العربي. يعني إلى جانب هذه الملتقيات الحقيقة عملت حاجة اسمها الموسوعة العربية لرسام الكاريكاتير، وقطعت فيها شوط كبير جدا، وهي مستمرة منذ سنوات كأحد المشاريع الكاريكاتيرية اللي أنا بشتغل عليها. هذه الموسوعة صدر منها الجزء الأول اللي طبعه على حساب المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب في الكويت تحت اسم رسام الكاريكاتير في دولة الكويت. والحقيقة يعني عندي باقي الأجزاء، أتمنى أن يعني حد يتبنى طباعات الأجزاء الباقية. يعني الحقيقة أنا فكرت في تأسيس متحف عربي للكاريكاتير، وهذا المتحف يعني أنا بتصور أنه هيكون إضافة كبيرة لهذا الفن، واشتغلت عليه منذ سنوات يعني عدة سنوات. وشفت الحقيقة بقى يعني كتير من الأعمال الرواد اللي هي تأكلت وضاعت أو تلفت بسبب الرطوبة أو العتة. يعني بنشوف بعض الفنانين بيشيلوها فوق الدواليب أو تحت السراير أو في المطابخ في بعض الأحيان. يعني هذا التراث، وأعتقد أن في أحد المؤسسات يعني جه رئيس تحرير للأسف الشديد، لأن كانت الرسوم دي بتبقى موجودة في المطبعة، وطلب التخلص منها يعني باعتبارها عبء يعني. فهذا التراث إزاي يتم التخلص منه؟ فيعني أنا بعتبر دي جريمة الحقيقة يعني. فأنا الحقيقة بتصور أن لازم حد يتقدم، يعني مش لازم الدولة هي اللي تقوم بكل حاجة، لا، إحنا كفنانين أو كرسامين أو ككتاب لازم يبقى لينا دور كبير في هذا الموضوع. فأنا بتصور أن هذا المتحف يعني هيكون يعني نواه لجمع كل هذه الرسوم. تاني حاجة أنا فكرت في أحد أجنحة هذا المتحف يكون حاجة اسمها البنك الكاريكاتيري أو بنك الكاريكاتير. وأنا كنت بتصور أن يعني هو أول بنك في الوطن العربي، لكن أحد الأصدقاء قال لي ده ربما يكون أول بنك في العالم كله يعني. فهذا البنك يعني الحقيقة عبارة عن محادات تخزين على أعلى مستوى من الحديد والصاج والألوميتال، جيدة التهوية، بيتم حفظ اللوحات فيها من خلال أكياس بلاستيكية ذاتية اللصق. كل فنان من حقه أنه هو يعني يكون له صندوق بمفتاح أو برقم سري، بحيث هذه الوحدات التخزينية تحفظ هذه اللوحات من الضياع أو من التلف. يعني أنا بتمنى أن جميع الفنانين يتفاعلوا معايا في هذا المشروع، ويعني يرسلوا أعمالهم. طبعا أنا بتكلم عن الأصول وليس على الكوبي أو الأشياء اللي هي يعني إلكترونية، لأن هذا التراث الورقي لابد من الحفاظ عليه. يعني أعمال زي عمنا رخا وزهدي وطغان وأستاذنا جمعة فرحات ربنا يديله الصحة ويشفيه، يعني لما نلاقي الحاجات دي بتضيع أو بتتآكل يعني حرام هذا التاريخ يهدر ويستمر نزيف هذه الأعمال. فإحنا علينا أن إحنا ننقذ البقية الباقية من هذه الأعمال. فأنا الحقيقة بتوجه يعني لجميع الفنانين ليس في مصر فقط ولكن أيضا في الوطن العربي أن يتفاعلوا مع مشروع البنك، ولأن هذا المشروع لن ينجح إلا بالتفاعل. والحقيقة أنا نزلت على صفحتي على الفيسبوك هذا المشروع، وجدت الحقيقة تفاعل كبير جدا من المغرب ومن الجزائر ومن تونس حتى الصومال. يعني بعض الفنانين من الصومال اتصلوا بي وطلبوا حجز وحدات ليهم. فيعني أنا بعتبر ده يعني نصف النجاح. النصف الآخر هو بتفاعل جميع الفنانين. هذا المتحف اللي هو البنك أحد أجنحته بيضم مكتبة كاملة
فيها يعني عشرات وربما مئات الكتب الكاريكاتيرية، بيضم أرشيف إلكتروني، بيضم يعني بعض البرامج أو برامج خاصة بالكاريكاتير زي حلقات كثيرة من برنامج جمعة كل جمعة. يعني أستاذ جمعة فرحات الحقيقة أهداني جزء من هذه البرامج، فهيكون هو يعني حافظ أو ذاكرة لكل تاريخ الكاريكاتير العربي وليس المصري. فإن شاء الله هذا المتحف بيتم افتتاحه في مقتبل يعني أو في بداية العام المقبل لما يعني يجهز المكان، بنحاول ان احنا نجهزه دلوقتي. فانا بتمنى ان كل الفنانين يعني يحضروا معنا في هذا الافتتاح، طبعا بقدر ما نستطيع يعني نوجه الدعوات لهم، واتمنى ان كل الفنان يكون له صندوق في هذا البنك